السلام عليكم أعزائي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مادة الفيزياء عربي ولغات. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنستكمل الفيديو بقى اللي فات اللي احنا كنا بدأنا فيه الجزء الأول بدوائر التيار المتردد، وشفت طبعا بقى إزاي بنحسب إيه بقى المقاومة الأومية بجهاز الأفوميتر، وكنا بنحسب ايه المفاعلة الحسية للملف والمفاعلة السعوية للمكثف، وشفنا طبعا برضه لما بيحصل بقى في حالة الرنين ان قيمة الاكس ال بتساوي الاكس سي، وطبعا جبنا علاقات بقى بين الزد وكده وحسبنا التيار والفولت، وشفنا طبعا الفولت الموجود في دوائر التيار المتردد اللي هو الاي سي سيركت، وفي نفس الوقت طبعا ده ايه بقى بتدل على ايه بقى ان عندي طبعا قلنا تيار متردد يبقى ايه في عندي بقى في في وعندي كمان فريكوانسي، وقلنا طبعا بقى الفولت اصلا ده بقى اللي هو الاي سي دوت خارج او ناتج بين بقى من الدينامو او مولد التيار المتردد اللي هو الايه الاي سي جنريتر. وطبعا عشان نبدا بقى في الجزء الثاني ده بقى هحاول بقى ايه نرسم بقى ايه العلاقات بين الفولتج والكرنت اللي هو الفرق الجهد يعني والتيار في حالة بقى مرة في المقاومة، هنشوف الفولت مع التيار في المقاومة بيحصل له ايه، وفي نفس الوقت برضه هنشوف الفولت والكرنت مع الملف اللي هو في حالة الملف الاندكتر، ونفس الشيء برضه في حالة مين المكثف. طيب عشان نبدأ يا شباب بقى بالحكاية دي بقى قلنا طبعا ايه ان دوت رمز الاي سي current source اللي هو احنا طبعا قلنا ايه بقى خدناه في الشابتر طبعا 3 اللي هو الدينامو، هنا ايه الدينامو او ايه بنسموه بقى اللي هو ايه الاي سي جنريتر مولد التيار المتردد اللي هو جنريتر. تمام يا شباب، اختصار كلمه بقى جنريتر هنا بقى اللي احنا قلنا عليه بقى من شويه بقى الدينامو. طيب خارج الدينامو كان طلع لي ايه بقى يا شباب؟ اي ام اف لحظيه وفتاء انستنتينيوس، وكانت طبعا ايه بقى ايه علاقه بين بقى ايه مع الماكس والساين والساين سيتا. فهبدا من هنا ايه بقى هقول بقى عندي هنا يا شباب بقى الفي مكان بقى الاي ام اف اللي هي اللحظيه هتساوي مين بقى هنا بقى الفي ماكس في مين يا شباب بقى مضروبه في مين؟ في ساين السيتا. تمام يا شباب، وقلنا طبعا بقى من قبل كده في المحاضره اللي فاتت قلنا السيتا ديت هي مين بقى؟ الاوميجا مضروبه في التي. طيب تعالى بقى نشوف ادي الشكل ايه بقى قلنا بقى الفولت الاي سي فولتج اللي خارج من ايه من الدينامو اهوت، حاجه هنا ايه هرسمه على المنحنى دوت وهنشوف مره ايه بقى ايه بقى الفولت ماشي ازاي وفي نفس الوقت او شكله ازاي وعلاقته بقى الكرنت. طبعا انا بقى في الحاله دي برضه لو جبت بقى قلت عاوز اجيب الكرنت في حاله دي انا بنتكلم تشابه على الريزيستر بقى اللي هي بقى ايه مقاومه اوميه عديمه الحث. تمام يا شباب، بنسميها ايه مقاومه اوميه عديمة مين الحث. فانا لو جبت بقى ايه بقى الكرنت هيساوي مين هنا بقى الفي على الار، انا لما اقسم طبعا ايه الطرفين المعادله ديت على مين؟ على الار، ففي على الار هتديني الاي. طب في ماكس على الار اكيد هيديني حاجه اسمها الاي ماكس. طبعا ايه بقى طبعا الزاويه زي ما هي ساين سيتا. طيب انا بقى لو جيت رسمت هنا بقى تعال ايه نمسح الخط ده كده ونيجي بقى نرسم بقى ايه بقى ايه الساين ويف بتاعتنا اللي هي الفولت. طيب هنلاحظ هنا يا شباب بقى عندي هنا بقى ايه ادي القيمه دي كده، طبعا احنا عارفين بقى الدينامو بقى ايه بيمر او الساين ويف لازم تمر بخمس نقاط، او طبعا هبدا بقى بالوضع بقى ايه اللي هو وضع ايه الزيرو. تمام،
اللي هو كان ساعتها عنده بقى ملف عمودي وضع الزيرو يعني ايه بقى يعني اف في زيرو. يعني ادي اول نقطة عندي اهي، وادي النقطة التانية اهيت. طبعا يا شباب زي ما قلت لكم بقى المحاضرة اللي فاتت، لما احب بقى ارسم بقى الساين ويف الدالة الجايبية اوقع الخمس نقط الاول، ادي النقطة التالتة، ادي النقطة الرابعة اللي هي بقى عند كام بقى 870، وادي النقطة الخامسة. هاجي بقى هرسم الساين ويف كده بالظبط بقى اهو، بسم الله. ايه يا شباب اهو تمام يا شباب بقى ده الفولت. طيب يبقى هون هنا ايه بقى، يبقى الفي هو مين بقى يا شباب؟ اللون يبقى ايه الاحمر ده، تمام. طيب تعالوا بقى ناخد لون تاني بقى اللي هو هسميه الكرنت، وداكم اللون الازرق ده بقى. تعالى برضه بقى قول نرتب شويه بقى ان الاي هنا بيساوي اي ماكس ساين سيتا، يعني نفس السيتا هي نفسها، يعني مفيش عندي فيز شيفت، مفيش عندي بقى ايه توحيل في زاويه الطول، لا نفس الساين هي نفسها ونفس الزاويه هي نفسها. معنى ايه بقى ايه؟ ان الفولت كان بدا بزيرو، برضه الكارنت هادي يا شباب برضه ايه اتحرك بالزيرو. طيب الفولت وصل للماكس، برضه ليه الكارنت هيوصل للماكس بس القيمه اقل؟ ليه؟ عشان قسمت الفي ماكس على الار. طبعا ده بقى ديبند على ايه؟ على قيمه الار بقى. لو كانت الار طبعا اكبر من الواحد الصحيح، اكيد طبعا هنا التيار هنا هيقل عن الفي، والاي ماكس هتبقى قليل بين عن الفي ماكس. لكن لو كان المقاومه سي مثلا، المقاومه دي مثلا دي نص اوم، اكيد طبعا التيار بقى حاسم فولت على نص، طبعا اكيد طبعا ايه بقى التيار هو الاكبر. فاحنا طبعا في الحاله يعني اللوجيك يعني المنطقيه ان طبعا يكون طبعا الار هنا ايه اكبر من واحد صحيح. طيب قلنا بقى ايه هيمر، قلنا ايه بقى انفيز معاه، يعني ايه انفيز؟ يعني نفس اتجاه نفس اللحظه الكرنت الفولت بدا بزيرو، برضه الكرنت هيبدا بزيرو. طيب تعالى بقى ايه بقى عندي بقى ايه، بدل وصل الماكس هيوصل برضه ماكس بس قيمه اقل. تعالى بقى ايه يوصل زيرو، هيوصل زيرو برضه نفس اللحظه برضه. تعالى يوصل الماكس بقى ايه في الاتجاه المعاكس عند النقطة دي كده أهي، وأدي آخر نقطة اللي هي النقطة الخامسة أهو. ده مين بقى؟ التيار. تعال نوصل بقى أهو يا شباب أهو، تمام أهو. ده مين بقى؟ ده الكرنت. يبقى الكرنت هو اللون الأزرق. هعمل هنا بقى أي وأحط إيه جنبه كده خط كده يا عريض، على أساس يا شباب بقى يبقى ده لون وده لون. طيب اشرف القيمة دي بقى اللي هي عندها اللون الأحمر ده، ده الـ V، يبقى دي مين بقى؟ هي دي V. سوري بقى تعالى ماشي هنمسح دي كده، خلينا إيه بقى إيه نكتب هنا بقى ده إيه هتبقى أي ماكس هنا اللي هي القيمة دي، دي أي ماكس، تمام. لكن النقطة اللي فوق دي بقى، دي مين بقى؟ ده في ماكس. تعالى نجيب اللون الأحمر بتاع بقى ديت مين يا شباب؟ الفي ماكس. تمام؟ طيب يبقى كده شفنا دلوقتي بقى في الشكل ده يا شباب بقى إن عندي هنا دوت إن ال الموجة بتاعت ال أو الساين ويف بتاعت الفولت والكارت ماشيين مع بعضهم في نفس اللحظه، يعني عندي الانج بتاعتهم هي سيتا. طيب هل في شيفت بينهم؟ لا. يبقى اذا بقول هنا في النهايه بقى ايه بقى؟ ان السيتا بالاثنين بقى هي بتساوي زيرو. يعني ايه بقى سيتا بتساوي زيرو؟ يعني بنقول عليها ايه بقى؟ ان الكارنت والفولتج ان فيس، تمام يا شباب؟ الكارنت والفولتج بقى ان فيس. يعني لو خدت كده بقى ايه اللون الاحمر هو ده الفولت. طب تعالى بقى احنا بناخد الايه طبعا هنا الكرنت، هيبقى هنا ايه سوري بقى ده هنجيب ده اللون ايه بقى ماشي، نجيب الازرق هنا عشان ايه هيبقى طبعا ده يبقى اللون يبقى ايه الكرنت. ها اهو خلينا بقى ده ايه اللون الازرق ده الكرنت. ها ده الكرنت اللي ماشي في الار، يسميه اي ار، تمام.
طيب تعالى هنا هلاحظ ان ايه بقى، ايه بقى ادي المتجه بتاع مين، بتاع الاي، يبقى ده الفيكتور بتاع مين، بتاع الاي. هلاقي بقى المتجه برضه الفولت هنا بقى ايه نفس الفيس، قلنا بقى الثيتا بتاعتهم زيرو بين الفولت والكارنت هنا، يبقى دي مين بقى يا شباب، ديت مين المفروض بقى نعملها بالاحمر، معلش عشان ايه بقى تبللها، ده مين بقى ده الفولت. يبقى اصبح هنا بنقول عليه ايه يا شباب بقى، ان الفولت والكارنت في ايه بقى، في تطور واحد، ده الزيرو بتاعنا بقى يعني. يبقى اصبح ايه بقى دي نقطة البداية بتاعتنا. ها يبقى اصبح هنا بنقول هنا بقى ان الفولت هنا مع التيار في طور واحد، يعني في طور واحد بقى يعني بقى يعني مفيش بينهم ايه بقى لا تقديم ولا تأخير، يبقى الفولت مع التيار في طور واحد. ها اللي هي بقى بنقول عليها بقى ان فيس، يبقى نقول بقى ايه بقى الكرنت ان هو بقى ان فيس مع مين؟ الفيز مع مين بقى؟ مع الفولت. تمام؟ طيب الشيخ ده بقى اللي هو الساين ويف ده بقى بنسميه بقى ايه بقى؟ ده الرسم الطور بقى، او رسم ايه بقى؟ اللي بيسموه بقى بالانجلش بقى الفيزور دياجرام، ده رسم ايه بقى؟ الطور، ها؟ اللي هي بقى شكل الويف او الموجه بتاعت الفولت مع الكرنت. تمام؟ ودوت بيسميه بقى ايه؟ رسم المتجهات، اللي هو بقى ايه الاي فيكتور. طبعا هنا علامه الفيكتور طبعا دي بس انت مش عليك يعني، بس تبقى عارف دي بقى علامه الفيكتور يعني متجه، يبقى ده بقى رسم بقى ايه المتجهات. تعالى ننزل دي شويه كده عشان لو ما كانش باين معاكم. اهي ده مين يا شباب بقى رسم مين؟ المتجهات. ده منين بقى؟ ده الفولت والكرنت في حاله مين؟ الريزستور في حالة المقاومة. يبقى نقول تاني يا شباب بقى هنا ايه بقى؟ يبقى الكرنت اهو ده الاي، هيبقى معاه بقى ان فيس الفولت. ده مين؟ في حالة يا شباب قلنا تبقى الريزستور. طيب تعالى بقى في الحالة التانية بقى، حتى لو يكون عندي ملف اندكتور بقى ايه اللي هيحصل بقى؟ تعالى نشوف يا شباب بقى موضوع ايه الفولت والكارنت هيحصل معاهم ايه بقى؟ ماشي يا شباب؟ ده الحاله الثانيه بقى عندي هنا بقى يا شباب بقى ايه؟ اللي هو الكويو كوندكتور او بنسميه بقى الاندكتور. سامحوني يا شباب بس في الخط يعني معذرة، ده ايه بقى اللي هو ايه الملف يعني، ها الملف اللي هو الاندكتور. وبرضه اي سي اهو علامة الاي سي سورس. طيب هنا بنتكلم بقى على ال هنا بقى. طيب قلنا برضه الفي من شوية برضه بقى بتاعت السبلاي بتاعت الدينامو الاي سي، قلنا الفي بيساوي مين؟ الفي ماكس طبعا يعني كان المفروض يريحونا يعني في الكتب يعني، سواء الخارجيه او بتاعه الوزاره كان بنعبر عنها ايه بطريقه اسهل من كده يعني. انا بكتب ماكس، ماكس بيبقى في نوت ساين برضه يا شباب برضه ايه ده ايه السيتا برضه يعني، كان ممكن اكتب دي بقى ايه برضه دي بقى اكتب برضه في هتساوي بقى ايه في نوت اللي هي الماكس يعني في ساين السيتا، او بقى بنكتب ايه بقى ساين سيتا بقى اللي هي الاوميجا تي. طيب ما علينا خلاص كده يا شباب، ده الفولت بتاع مين بقى؟ بتاع الدينمو اهو. يبقى اول حاجه عندي الدينمو اهو، وطبعا ايه قلنا الدينمو طبعا بيطلع فولت ايه بقى مرتبط بالفريكوانسي، زي ما قلنا بقى ايه في مصر عندنا الفريكوانسي كان بقى ده في 50 هرتز او 50 بقى سايكل بير سكند، ده
او 16 زي ما قلنا ايه المحاضره اللي فاتت. تمام. طيب ناقص هنا بقى الكرنت. هنا بقى ده حد يقول لي بقى الكرنت ده في الملف كان مساوي ايه بقى القانون بتاعه لو تفتكروا بقى في حته دي بقى الاندكتر. قلنا بقى ان الفي بتاع ال كان بيساوي يا شباب بقى برافو عليك قال كده ماينس ال في معدل تغير الكرنت بالنسبه للزمن يعني دلتا اي على دلتا بينا شباب تي. وطبعا قلنا بقى دي بقى ال اللي هي مين ديت السيلف اندكشن السيلف اندكشن الحس الذاتي الحس مين الذاتي اللي ايه للكويل. تمام. تعالوا طيب نطلع كده شويه هنا بقى قبل ما افهم بقى العلاقه بقى بتاعت الفولت والكارت ونشوف ايه اللي يحصل فيهم بقى هل يحصل فيهم برضه ان الفولت والكارت ان فيس ولا في تقديم ليد ولا في تاخير لاج هنشوف هنا بقى. قبل ما اتكلم عن الحكايه دي يا شباب بقى تعالوا هنا بقى نفهم حاجه مهمه في منتهى الايه لا في غايه الاهميه الا وهي ايه بقى. انا عندي هنا الفي ال نوت بيتناسب مع مين؟ مع طبعا ال طبعا دايركتلي طرديا وبرضه ايه بقى برضه ايه بروبورشن مع مين بقى؟ مع دلتا اي على دلتا تي برضه ايه بقى ايه طرديا برضه. يعني هنا ايه هقول هنا بقى ان الفي ال بروبورشن مع مين يا شباب بقى؟ مع دلتا اي على دلتا تي. طب حد يقول لي بقى ما دلتا اي ديت على دلتا تي ده التغير فعلا ايه بالقوه بالنسبه للزمن اللي هو اعتبر بقى السلوب. السلوب بتاع مين؟ بتاعت الاي. طب فين الاي عندي هنا؟ ما عنديش هنا اي. طب تعالى بقى ايه بقى نكتب يا باشا بقى ايه هكتب انا عندي هنا مين بقى الاي اهو واكتب هنا الدلتا اي على الدلتا تي. وفي الاخر هكتب هنا مين بقى يا شباب ال في ال. ايه الكلام ده بقى وصول يا باشمهندس بقى ثواني يا شباب كده عشان تركزوا معانا بقى. ادي الدلتا ادي الكرنت اهو دي بيسموها بقى ايه بقى الداله الاصليه ودي بيسموها بقى ايه بقى الميل بتاعت الداله او السلوب بتاع الداله. طب انت جبت الكرنت منين ده اي ده منين؟ ما في المعدل هنا بتاعت الملف هنا اهوت ما فيش عندي بس عندي هنا ايه بقى ده انا عندي مين التفاضل مفيش داعي كلمة تفاضل عشان ايه يعني زمايلكم بقى بتوع العلوم ما بيحبش يسمع بالظبط يعني خلينا نتكلم ايه بقى ان هنا الميل بقى السلوب بتاع مين بقى بتاع الاي ده معناته يا شباب بقى تعالى نجيب هنا بقى لون تاني كده احمر. انا عندي هنا ايه بقى لما يكون عندي الكرنت بزيرو يبقى الميل بتاعت الداله دوت عندها ماكس الميل يا شباب عندنا ايه ماكس كيما عظمى. طب الفي ال هنا بقى طب ما خد بالك بقى مش الفي ال اصلا هي بتتناسب مع دلتا اي دلتا تي يعني الفي ال هتاخد مين؟ هتاخد الشكل بتاع مين؟ او القيمه بتاعت مين؟ دلتا اي دلتا تي يبقى دي برضه ماكس. ركز معايا في الحته دي يا شباب بقى معلش شويه. طيب لو كان عندي الاي ماكس حد يقول لي بقى السلوب بتاعي يبقى كام؟ سامع واحد كده شاطر كده يقول ده زيرو. تمام برافو فعلا هي زيرو فعلا. طيب الفي ال بقى مش برضه بتناسب تطبيق مع دلتا اي دلتا تي يبقى تاخد نفس دي برضه تبقى برضه بزيرو. يبقى اصبح شاب عندي هنا ايه بقى؟ هنا لما كان قلنا بقى الاي كان ايه بزيرو كان السلوب كان ماكس وقلنا الفي ال بتتناسب مع مين اهو للقانون مع مين؟ مع دلتا اي دلتا تي يبقى تاخد نفس بقى القيمه بتاعت مين؟ بتاعت المعدل ده هي برضه تبقى هي ماكس. طب هي لو كان القانون ماكس دلتا اي دلتا تي بزيرو يبقى الفي ال هتاخد برضه ايه الزيرو برضه. طب ازاي يا باشمهندس بقى ايه حكايه بقى لما يكون الاي بزيرو الدلتا اي على دلتا تي بماكس؟ هفهمها لك بقى شويه.
هفهمكم شويه بقى. ده تعالوا هنا بقى، يبقى انا هتكلم دلوقتي بطريقه اصلا يعني بطريقه كده مبسطه شويه كمثال يعني. ايه هو بقى المثال يعني ده بقى؟ ان طبعا دلوقتي انتوا شباب دلوقتي بقى، قبل ما كنت تبدا امتحان الثانويه العامه من يوم 21/6 كان عندك وليكم مثلا كان 9 مواد او 10 مواد، خلينا نقول 10 مواد. انا عندي يا شباب ايه، كان 10 مواد تمام. انتوا كنتوا بتمتحنوا في كام؟ في خلال شهر. يبقى عندي 10 مواد في خلال يا شباب بقى شهر، هتمتحنهم في خلال شهر. طيب انت سعادتك قبل ما تمتحن المواد ديت ال 10 دولت، انت كان عندك بقى يعتبر انت ما لسه امتحنتش ولا ماده منهم، يبقى طبعا كده عندك ايه؟ زيرو ماده، زيرو كارنت. ها اهو زيرو كارنت. طب انت بقى الفتره اللي انت كنت تمتحنهم ال 10 مواد في الشهر، هل انت بدات منهم حاجه؟ لا، يبقى اعتبر عظمى مش عظمى. قيمه عظمى. اقول تاني يا شباب، هنقول تاني، انت دلوقتي سعادتك دلوقتي قبل ما تبدا امتحانك بتاع الثانويه العامه السنه دي في 2020 كان عندك 10 مواد وانت لسه ماشي امتحان، كان المفروض تمتحن في 21/6 تمام. طيب في ال 10 مواد اصلا انت امتحنت منهم ماده؟ مفيش ولا ماده، يبقى عندك زيرو، يبقى عندك زيرو كارنت. هي نفسها برضه بتكلم على الفولت برضه والمعدل بتاعها وهكذا. طيب انت في الحاله دي بقى ما امتحنتش ولا ماده، يبقى عندك ايه بقى؟ ال 10 مواد في الشهر انت لسه ما بداتش ايه الامتحانات، يبقى عندك عظمى مش عظمى بقى، اللي هو المعدل بقى، معدل امتحانك لل 10 مواد في خلال الشهر اللي هو دلتا دلتا تي، يبقى عظمى ومش عظمى، هتبقى عظمى. تعالى بقى ربنا يوفقك وعشت الامتحانات ودخلت الامتحان اول يوم عربي. التسعه دي مالها بقى؟ قلت وما قلتش، ما انت امتحنت منهم ماده بقى، هتبقى تسع مواد باقي لك. يعني بدل الاي عندك تزيد ومش تزيد بقى، هتزيد. طيب التسع مواد دول بقى امتحنتهم في يوم، يعني امتحنت منهم واحده في يوم، مش بقى تسعه بقى في اقل من شهر. يعني الدلتا اي عدت تي بتقل. حلو قوي كده، لحد ما ساعتها توصل بقى يبقى ايه للماده اخر يوم في الامتحان. هل هيبقى لك اي ماده ثانيه؟ خلاص مفيش بقى، يعني انت كده وصلت للماكسيمم، امتحنت كل المواد. طب لو انت امتحنت كل المواد بقى اللي هم ال 10 وال 9 كان مايل لك بقى كلهم على بعضهم، يبقى المعدل بقى بالنسبه للزمن بالنسبه للفتره بتاع الامتحانات اصبحت بقى زيرو بقى، ما انت خلصت خلاص بقى الامتحان كلها. هو ده شباب بقى معنى تبقى ايه بقى ايه؟ ان لما يكون عندك الحاجه الاصليه بزيرو اهي اللي هو الاي، او المواد كلها لسه بتمتحنش اصلا تبقى بزيرو، وفي نفس الوقت يبقى انت لسه ما بداتش الامتحانات، يبقى المعدل بقى عشان تخلص بامر الله المواد في المده ديت عظمى، اقصى قيمه لها. تمام يا شباب؟ ونفس الشيء بقى انت بقى ربنا يوفقك وخلصت المواد كلها على خير، يبقى انت كده خلصت المواد كلها، يبقى اصبحت ماكس. طب هيبقى لك بقى ماده بقى في خلال مده؟ مفيش بقى خلاص، انت خلصت المده كلها وخلصت المواد كلها، يعني عندك معدل امتحانك بقى في الشهر خلاص انتهى بقى، اصبح زيرو. طبعا ايه بقى ده كان يعني مثال بسيط على توضيح يا جماعه ايه موضوع بقى الزيرو والماكس ديت يعني. يعني اتمنى يكون يعني ربنا وفقني ويكون وضحت لكم بالصوره دي كده يعني. طب تعالى بقى ايه الباشا ده بقى دوت ليه بقى ايه ده؟ هو بتاع هو بس ايه له علاقه مع مين؟ مع ده، فده هيتاثر بده اكيد بقى بالظبط بقى عندنا ايه زي المعدل الخط المستقيم اكيد. دي عندها شباب دي مين؟ دي اكس ودي واي. فلما اكون طبعا ديت ده ايه بقى الاكس دي مثلا، دي مثلا ايه عظمى، هتبقى الواي برضه عظمى. لما اكون الاكس دي يا شباب يبقى زيرو، تبقى الواي برضه زيرو وهكذا. فهمت يا جماعه يا شباب بموضوع بقى الماكس والزيرو والزيرو والماكس؟ تمام. تعالوا بقى ايه بقى نعمل حاجه ظريفه بقى ايه، نبدا بقى ايه بقى، هاخد بقى من هنا بقى وهرسم بقى ايه بقى ايه المنحنيين بتوعنا بتوع الفولت والكارنت في حاله الكويو في حاله الاندكتور اللي هو الملف. طب قبل ما اخش فيها هنا بقى، تعالى بص يا شباب هنا بقى، ده الكارنت هنا كام؟ قلنا بزيرو اهو تمام. تعالى نجيب لون تاني كده عشان نظبط بقى تاني هنا بقى، عشان هبدا بيها بس ان شاء الله الفكره دي بقى. قال لي الكاونت كان بزيرو. طب الفي ال بقى يعني ده بقى ايه بقى الكاونت في الملف؟ ها في الكويو هيبقى الاي ال كان بزيرو. قلنا الفي ال بقى بماكس. الله، يعني اصبح الفي ال ماله بقى؟
ده سابق او متقدم عن التيار بكام؟ بزاوية 90. راكبة ماكس يعني ايه بقى؟ ايه يعني عندي بقى ايه؟ عندي سيتا 90 درجة. نقول تاني يا شباب كده، يعني عندك هنا دلوقتي بقى قلنا ايه بقى؟ قلنا دلوقتي بقى ايه؟ من خلال الاي ال والفي ال، لان الفي ال ماكس لما كان الكارنت بزيرو. ده معناته بقى ايه بقى يا شباب بقى؟ ان هنا بقى ايه بقى؟ الفي ال سابق او متقدم او ليدز الكارنت بتاعت مين؟ الملف. يبقى اصبح بكام بقى؟ بزاوية كام؟ 90 ديجري. يبقى اقول هنا يا شباب هنا ايه بقى؟ يبقى في الحاله دي بقى ان الفي ال ليدز بيه يا شباب بقى الكارنت لو والله اي ال باي كام بقى؟ باي هو بقى ضربه بقى ايه بقى؟ ايه بقى اللي هي تي ضفال على كام؟ على 4 او اللي هي كام بقى؟ 90 ديجري بزاويه 90 درجه. يعني انت هنا متوقع ايه بقى؟ ان الكارنت دوت هيبقى سان ويف. طب تعالى بقى نحط بقى ايه كده، خلاص قلنا دلوقتي بقى ايه؟ ان دوت سابق لده، تمام؟ اهو ان الفي هو مين بقى؟ سابق او متقدم او ليدز اهو بالبرهان هو شهاب اهو، ده ماكس ده كان زيرو، تمام كده؟ طيب انا عاوز اقول حته كمان بقى مهم قوي دي بقى، ايه هي بقى؟ تعالى احطها في صوت بقى معادله بقى في سان ويف. طب ازاي بقى يا باشمهندس؟ اقول لك تعالى بقى همسح دي بس معلش كده يا شباب كده بقى هنا اللي هي دي بس كده، واخلي ده ده يا شباب بقى ايه بقى؟ احنا قلنا بقى الكارنت بتاعنا الكارنت قلنا ايه بقى؟ هيبقى بزيرو، وعشان يبقى بزيرو اهو هقول هنا بقى الاي هيساوي هنا مين بقى ايه؟ الاي ماكس في ساين الثيتا، تمام كده؟ طيب واجي هنا ايه بقى يا شباب بقى في معادله الفولت بقى دلوقتي بقى الفولت بقى بقى هو يبقى ايه؟ متقدم او سابق. يعني اقول بقى ساين ايه بقى ايه؟ اقول بقى ثيتا بلس باي ديفايد بين 2. او حد يقول لي باي دي بقى 27؟ لا ده 90 دي قصدي سوري 180 اللي هو ايه بقى؟ 80 ديجري. يعني ضغط على الطو هتبقى كام بقى؟ دي ب 90 يكون على ده ب 90. ما احنا قلنا دلوقتي من شويه يا شباب بقى ان الفي في حاله الملف بيسبق التيار بزاويه 90 درجه. يبقى احط الفي هنا كام بقى؟ في ماكس، بس اقول بقى سايد مين بقى يا شباب؟ يبقى ايه؟ ثيتا بلس كام؟ 90. اكيد بقى لو انت بقى بتعوض بقى عن الثيتا بقى هنا ايه؟ بزيرو اهي. و ب 90 ب 90 و 180 و 270 و 360 سهل بقى تعرف ترسم مين بقى ايه بقى ايه؟ الكارت والفولت. تعالى هنا بقى بالنسبه لده بقى سهل ارسمه بقى اللي هو اللون الازرق اهو زي ما خدناه في موضوع المقاومه. هبدا بالكارت هنا ايه بقى يا شباب بقى ايه بقى ايه؟ ليه؟ البدايه اهو ادي الكارت اهو، ادي اول نقطه اهو، وادي النقطه الثانيه اهو، تمام؟ وادي النقطة التالتة اهي، وادي النقطة الرابعة اهي، وادي النقطة الخامسة اهو. طبعا بقى بنقول بقى ايه؟ عندي ثيتا بزيرو والساين بزيرو اهو. ادي ايه؟ النصف ضربة، ادي تلت ارباع ضربة، ادي ايه يا شباب؟ اهو بالاخر ده مين بقى؟ قلنا بقى ده الكرنت، تمام؟ هرجع اقول هنا يا باي ادي الاي اللي هو شاب ايه واخد اللون ايه اللي ايه البلو اللي هو الازرق ده اهو، تمام؟ طيب نجيب مين بقى لون بقى الاحمر بقى اهو عشان ارسم الفولت بقى زي ما قلنا خدناه بقى ارسم الفولت دايما ايه باللون ايه يا شباب الاحمر. ادي الفولت بقى اهو، تمام؟ تعالوا هنا بقى في المعادله دي بقى سيتا بزيرو زيرو زائد 90 ب 90 يبقى ساين 90 ب 1 يبقى هنا ايه؟ أول نقطة ايه؟
شباب فين؟ طيب وبعدين عند نايتي، نايتي ونايتي 180، يبقى 187 بزيرو، يبقى زيرو هنا اهو. طيب وهكذا بقى نكمل بقى، هتبقى ايه بقى؟ دي ماكس تبقى زيرو، دي كانت زيرو بقت ماكس اهو. تعالى هنا بقى دي زيرو، هتبقى فين بقى ماكس؟ بس فين بقى؟ في اتجاه المعاكس هنا ايه؟ اللي هي النقطة دي. كمل انت بقى، عوض بقى كل ما هو عوض على الشيت بقى بكميتها بقى، هتطلع نفس المعادلة كده بقى النقط دي. طيب ده ماكس يبقى زيرو، كاونت ده بقى ايه؟ زيرو هيبقى ماكس، بس فين بقى؟ في الفوق هنا. تعالوا بقى يا شباب ايه بقى نرسم مين بقى؟ ها الساين ويف بتاعت الفولت، شايف اهي اهو يا شباب اهو، تمام اهو. يبقى القيمة دي بقى دي مين يا شباب؟ ديت وديت، دي بقى هكتب بقى دي في ماكس، ها هكتبها بس هنا ايه كلمة ماكس بس ام كده. وهنا مين بقى؟ دوت الكاونت الاي ماكس. هتلاحظ بقى بقى دي اسمه بقى ده يا شباب بقى ايه؟ الفيزو دياجرام. انا برضه باللي ايه بالعربي يعني الموضوع صعب شويه يعني ايه كمصطلح كده يعني. المفروض بقى كان يسموه بقى ايه بقى؟ اللي هو رسم بقى ايه؟ الوجهي، مش رسم الطور يعني، بيسميها الطور ماشي او الطور بقى. الفيس ها الفيس ايه بقى ايه؟ دياجرام. الفيزو قصدي الفيزو دياجرام اللي هو بقى ايه بقى؟ رسم ايه بقى؟ ايه الوجهي او رسم الطور بقى. طيب المفروض يعني صور دي بقى جرام، خلينا نكتبها كده وخلاص. ها هنكتبها برضه دايا جرام، دايا دايا جرام، يبقى انا برضه جي بقى لسه جي جرام، تمام. ده بقى هنسميه بقى ايه بالعربي بقى؟ الرسم او رسم الطور بقى، اللي هو بنسميه بقى ايه بالانجلش بقى الفيز دايجرام. ان في عندي هنا بقى ايه فيز شيفت بقى، في زاويه مترحله بين الكارت ومين يا شباب ومين الفولت في حالة الملف، بقد ايه بقى ايه؟ بنايتي اهي، اللي هي شايف الزاويه دي كده، دي كلها يا شباب كام ايه بقى؟ هي دي الثيتا، وادي دي بقى دي كلها على بعضها ايه 90 ديجري. لو انا قلنا دي بقى عندها كام بقى؟ دي بقى ربع سايكل، دي الهاف سايكل اهي، اكتب على بقى 2 تي على 4. وهنا ايه قلنا بقى؟ ديت بقى ايه تي على 4. وهنا برضه يبقى ايه ديت السري بقى تي على 4. طبعا دي بقى 1 كوبي سايكل بقى، دي بقى ايه 4 تي ديفايد بين ال 4، تمام. يبقى احنا قلنا من شويه بقى ان الكار ان ايه بقى؟ ان الفولت اهو اهو ها الفولت بقى بقى ايه بقى ايه سابق ها الكارنت بزاويه كام؟ 90، يعني هي دي باي على طول. يبقى الكارنت لما نقول ساين سيتا، يبقى الفولت بقى ساين افتح كود بقى سيتا زائد 90 زائد باي على طول، ماشي يا شباب. طب تعالى بقى نحطها في صوره بقى ايه كفيكتور بقى متجهات. طيب اسمعكم بقى، همسح دي يا شباب كده بقى عشان نعرف نحط بقى ايه بقى الفيكتور المتجهه بقى بتاعت مين في حاله الملف بقى. يلا بينا يا شباب بقى، قلنا بقى ايه بقى؟ هاخد بقى هنا بقى ايه الكرنت، هو ايه بقى في الاتجاه الافقي. ادي يا شباب هنا ايه بقى؟ خلينا نعمل هنا اهو. قبل ما انسى بقى ايه، عشان برضه ايه في بعض الشباب برضه كان بيسال لي، هو لما اجي اعبر بقى عن التقديم وتاخير الفولت بالنسبه للكرنت هعمل ايه؟ خد بالك معايا، انا عندي طبعا ايه بقى ايه، ما تنسوش بقى المحور ايه اللي هم متعاملين عندنا اللي هو الاكس اهو، ده المحور يمين الاكس، وانا عندي شباب مين بقى ايه محور الواي. فهنا هاخد مين بقى في اتجاه الاكس ده الكرنت،
بدل ايه يا شباب؟ بدل اي، وهنا بقى عشان ده الاي بتاعت الكويل بتاع الاندكتور هكتب ايه؟ ال. فين بقى الفي بتاعته بقى؟ ما احنا دلوقتي بقى ان الفي سابق اهو، يعني سابق يعني ايه؟ يعني متقدم يعني في الواي الموجب فوق. طبعا دي واي الموجب بقى، يبقى حطها فين بقى؟ دي بقى الفي ال، وقلنا طبعا سبب بقد ايه؟ بيزود 90 درجة، ها؟ 90، بدي بقى ثيتا، ها؟ بتساوي كمان بقى شباب بقى ايه؟ 90 ديجري، 90 ايه درجة. ده اسمه ايه بقى يا شباب بقى؟ عشان ما نكدب سوم بعد كده هنحتاجه بقى، وممكن يكفي امتحان برضه كده بقى، سواء كان مقاومة مع ملف أو مقاومة مع كثافة، يقول لي اسمه ايه بقى؟ الرسم ما ايه اللي عبر عن الرسم ايه؟ المتجهي أو الاتجاهي. اسمها سميه بقى ايه بقى؟ رسم بقى المنتجات، او اللي بيعبر بالمنتجات بقى، او رسم المنتجات. رسم ايه بقى؟ ايه المنتجات اللي احنا بنقول عليه بقى ايه برضه بقى ايه؟ الفيكتور دياجرام. اسمه يا شباب بقى ده بقى، ها ده بقى الفيكتور دياجرام، الفيكتور ها دياجرام. طيب بقى ايه اختصار كلمة دياجرام اهوت بقى، تمام هو ده، تمام كده. يبقى خدنا من شوية بقى ده في حالة قلنا ايه بقى؟ في حالة مين؟ الكويل. فحتى لما يكون عندي ملف، يبقى نرجع نقول بقى تاني يا شباب بقى، ها ان الفي في حالة الملف، ها ليد متقدم سابق عن مين؟ عن الكرنت بانجل كام؟ بسيتا كام؟ 90 ديجري، بزاوية 90، يعني الربع ضربة، تمام يا شباب؟ تعالوا بقى عشان ما نطولش عليكم، نخش مين بقى ايه على المكثف، ونشوف ايه اللي هيحصل بقى في موضوع المكثف ده بقى. ادي الباشا بتاعنا المكثف هنا بقى اهو، ادي ايه بقى ايه؟ الكباستر. طبعا دي سي بقى دي بقى ايه؟ الكباستف او الكباستنس، دي الكباستنس ديت يعني، تمام؟ طيب حاجة مهمة أوي دي بقى، أنا عاوز برضه إيه بقى إيه؟ هجيب بقى تبقى الكارت والفولت. أدي برضه قلنا بقى، ها الفي بتاعت الدينامو، هكتب برضه هنا بقى إيه بقى؟ الفي، ها بتساوي إيه برضه بقى؟ الفي ماكس، في برضه إيه؟ ساين سيتا. تمام؟ تعالوا نشوف اخبار بقى الكاونت هيحصل ايه بقى، شكل الكاونت يطلع ازاي بقى. طبعا انتوا عارفين يا شباب بقى ان كان عندي بنقول بقى ايه؟ ان الكيو كان بيساوي ايه بقى؟ السي، ها في البوتنشال ديفرنس، يعني سي الكيو بيساوي بقى السي في مين؟ في الفي. وكان عندي ان الكاونت اصلا كان بيساوي ايه بقى؟ تعريفه بالفصل الاول بقى، انا كده بربط بقى ايه بقى؟ الفصل الرابع اهوت بالفصل الاول. القانون كان بيساوي ايه بقى؟ افتكروا بقى ايه؟ كان الدلتا كيو، آه تمام برافو، على مين؟ على الدلتا تي. ده مين بقى؟ ده من شابتر 1، ها؟ طيب انا ممكن بقى اقول الدلتا كيو بقى بتساوي مين هنا بقى؟ الدلتا كيو بتساوي مين بقى ايه؟ الاي ملتبلاي في مين بقى يا شباب؟ في الدلتا تي. طيب في المعادله دي بقى كده بقى، انا لو ضربت بقى ضربت الطرفين هنا اهوت في دلتا، يرجع حاجه؟ لا مش هيرجع حاجه، اقول بقى ايه؟ دلتا ايه؟ وهنا برضه دلتا هنا برضه. يعني انا ممكن اشيل بقى الطرف ده بقى كله ده، بعوض عنه بين اشيل ده، ما ده بقى الطرفين بيساوي بعض. يبقى اقول هنا ايه بقى؟ ان الاي، ها في الدلتا تي ايكوال مين؟ اه هنا بقى التشنج اللي هو بقى هيروح مع الفولت، هو بقى سي، ها في دلتا في. انا عاوز الكارنت بس لوحده، تعال نطلع شويه شباب كده عشان تشوفوها معايا. اقول بقى الاي هنا يساوي بقى الاي ايكوال تو كام بقى يا شباب بقى؟ السي، ها دلتا في على دلتا اي.
زي الفل كده. ده مين بقى؟ دي علاقة ايه بقى يا شباب؟ ايه الكارنت والفولت في مين بقى؟ في حالة مين؟ الكباستور. طب ترجع نقول بقى زي ما عملنا في الكوره بقى، هو ده مين يا شباب؟ دوت مش ده السلوب بتاع الفولت؟ الله، طب ما عنديش فولت، ده عندي كارنت. تعالى بقى نحط بقى ايه بقى ايه، هنجيب برضو زي ما عملنا في الملف كده، هجيب حاجة اسمها ايه بقى يا شباب؟ عايز الكلام عشان ما نروحش ننزل كل شوية. الدالة الأصلية هنا كان ده بقى ده السلوب بتاع الفولت، يبقى اجيب فولت هنا بقى، يعني نحط ايه بقى لون من كده ايه احمر اهو. يبقى هنا بقى يا شباب في، وهنا بقى الدلتا في على الدلتا مين؟ على الدلتا تي. خد بالك هنا ايه بقى الاي هنا بقى ماله؟ سامع كده حد بيقول لي معامل زي كده ملف كده، هنا الكاونت هنا بقى ايه؟ بيتناسب التضييم مع مين؟ مع دلتا في على دلتا تي، يعني الكاونت هنا ايه بقى؟ بروبورشن بقى دايركتلي مع الدلتا مين يا شباب؟ في على الدلتا تي. زي الفل كده؟ زي الفل. تعالى هنا احط مين هنا بقى؟ هيبقى هنا ايه في الاخر بقى ايه بقى؟ ده كله هيبقى عند الكاونت هنا اهو. زي ما قلنا من شويه كده يا شباب بقى، قلنا بقى موضوع بقى، موضوع ايه بقى؟ لو كان الفي بزيرو، تعالى نجيب لون بقى تاني. قلنا لو كان الفي يا شباب بزيرو، هيبقى دلتا في على دلتا تي بكام بقى؟ برافو عليك، ده الماكس، يبقى فعلا ماكس. طب الكارنت ماله بقى ايه؟ ده كان متناسب مع مين؟ مع دلتا في على دلتا تي، يعني هياخد نفس دوت، يبقى ده برضه الكارنت هنا يا شباب ايه؟ ماكس. خلاص بقى دلوقتي بقى عرفت يعني ايه ماكس بقى، او يعني زيرو. طب لو كان الفولت ايه يا شباب هنا ايه بقى؟ بماكس. يبقى عندنا بقى ايه؟ الدلتا في على دلتا ايه؟ تيب كان بزيرو، يعني القاوس هنا كان يا شباب بزيرو. الله، تعالى بص هنا بقى، عاوزك بقى تنط لي بقى ايه بقى ايه من ايه؟ من الفي للاي. هنا بقى الكارنت ماله؟ ده ماكس. الفي كام؟ زيرو. هنسبب بقى طبعا الكتاب بقى بتاعنا بتاع الكتاب المدرسه يا شباب بيتكلم على موضوع التقديم والتاخير، بيقول ان الفولت هو بقى الاكس، هو يتقدم او يتاخر او ان فيس او في نفس الطور واحد مع الكرنت. طب تعالى هنا بقى الفولت بقى في المحات اللي بقى ايه المكثف هنا بقى ايه؟ ده زيرو. الكرنت كان ماكس. يعني ممكن نقول بقى ايه؟ ان الفي هنا ايه بقى ايه؟ يتاخر، تمام؟ او من ايه بقى؟ او متخلف او لاجز. الكرنت بكام برضه؟ بزاويه 90 درجه. نقول يا شباب هنا بقى الفولت هنا بزيرو، الكرنت هنا في المكثف كام؟ ماكس. يعني نقول بقى ان الفولت هنا في حاله المكثف ماله بقى ايه؟ يتاخر او يتخلف او لاجز ايه؟ الكرنت باي بقى ايه؟ بزاويه 90 درجه او بربع درجه. يبقى اكتب هنا بقى يا شباب بقى ايه؟ ان الفي بس في حته مكثف بقى احط السي هنا جنبها هنا يعني. لاجز هيتاخر. لاجز او يتخلف عن مين؟ عن الكرنت. الكرنت بتاع مين؟ بتاع المكثف بتاع الكباسه. بقول برضه سي باي كام يا شباب بقى؟ باي برضه ايه بقى ايه؟ ربع سايكل، يعني ايه باي على طول 93 ايه ديجري، عشان دي زاويه. ايه 180 معنى على كام؟ على طول اللي هي تعني كام هنا ايه بقى ايه؟ اللي هي 90 درجه. فهمتوا يا شباب الموضوع ايه بقى؟ طيب حد يقول لي بقى، هو ده الفولت هنا بيتاخر على التيار بيزود 90 ليه؟ عشان حاجه اسمها يا شباب بقى السي اللي هي ساعه المكثف اللي هي الكاباستنس. دي مهمه قوي دي. لكن في حال برضه بقى ملف نسينا نقول ايه بقى؟ ان بيحصل ايه بقى؟ ان الفولت يتقدم او بيسبق او ليدز الكرنت بيزود 90 ليه؟ عشان ايه بقى؟ الحث الذاتي لملف اللي هو ال اللي هو السيلف اندكشن. لكن في حاله المقاومه ما عندوش اللي ايه يعني راجل غلبان اصلا، المقاومه ديت يعني في حالها ما عندهاش حاجه تاثر عليه على الفولت ولا الكرنت. الفولت اول ما بيوصل لها الكرنت بيوصل نفس اللحظه معاه، الاثنين بيوصلوا مع بعض بالايه للزيرو، وفي نفس اللحظه بيوصلوا مع بعض الايه للعظمى الماكس. عشان كده المقاومه ايه ما فيهاش الحكايه دي، تمام؟ يبقى المسؤول بقى عن تاخير الفولت وتقديمه في حاله المكثف والملف
ان في ملف طبعا عندي حاسس ذاتي اللي هو ال، وفي عندي في المكثف الساعه اللي هي الكاباستنس اللي هي السي. تمام يا شباب كده، تعالوا بقى نرجع بقى ايه بقى ايه للرسم بتاعنا بقى ايه، عشان ارسم بقى الفيزو دايجرام بقى ازاي. اهو قلنا يا شباب هنا ايه بقى ايه، قلنا مين بقى هيسابق مين. تعالى نمسح طبعا بقى هنا ايه الكلام ده كده عشان نعرف نكتب بقى المعادله بتاعتنا بقى، علاقه في الساين بقى وفي الزاويه سيتا. يلا يا شباب هنعمل ايه بقى؟ ها حد يقول لي بقى؟ احنا قلنا بقى ان الفولت ماله بقى؟ طب تعالى اكتب ان الفولت بقى الكارنت هو ايه بقى سابق؟ هجيب القلم هكتب هنا بقى ايه الكارنت هنا بقى ها؟ هيساوي ها الاي ماكس ساين ها احنا مش قلنا ده شغال دلوقتي بقى ايه بقى؟ ها؟ مش قلنا من شويه ان الفولت هو ايه متاخر عن عن القمر بزاويه 90؟ طب يعني ممكن نقول بقى يعبر بقى عن الكارنت هنا بقى ايه؟ ساين كام بقى ايه؟ سيتا بلس كام؟ باي اوفر 2. على اساس بقى ايه؟ يبقى الفولت هو المتاخر هو الساين بس. يعني لما اجي اعوض عن سيتا بزيرو هلاقي هنا ايه دي طبعا دي بزيرو في الفولت، لكن الكارنت كان بقى ايه بقى ايه هو ايه بقى طبعا ايه بقى ايه سابق. ما هو انت من شويه ان الفولت هو ايه هو المتاخر. تمام الفولت اللي ايه في الحاله الشباب ايه متاخر عن القارنت بزاويه 90، يعني الكارنت سابق. لما احط بقى في صوره معادله بقى ساين ويف الاثنين بقى للفولت والكارنت اهو قال الفولت ساين سيتا، يبقى الكارنت بقى ايه ساين سيتا بلس 90. تعالى بقى نبدا نرسم بقى الفولت بتاعنا الجميل ده باللون الاحمر بقى اهو. الاول بقى نرسمه الاول اهو. طيب هرجع هنا اكتب هنا ايه ادي الفي بالاحمر هو ده يعني مين الفولت اهو، عشان بدل ما اكتب على المنحنى نفسه ان ده فولت وده كارنت، لا هحط لك كده زي رموز كده يعني عشان تبقى عارف الشكل ده بيعبر عن مين. طيب تعالوا بقى عند بقى ايه هنرسم مين بقى ايه الفي يا باشا ده بقى. يلا يا باشا بقى السيتا بزيرو يعني عندها ساين زيرو بزيرو اهي ها 90 بالماكس اهي الخمس نقاط بتاعنا بقى. طيب 180 بزيرو، طيب 72 بماينس ها عشان في الربع الثالث اهي. ارجع بقى 360 بقى بزيرو تاني، ده مين بقى؟ تعالى وصل بقى النقاط دي بقى معلش الحته دي يا شباب كده مساحه ثانيه عشان ايه شكلها كده مش عاطفي بالنسبه لي. اهو تعالى بقى ناخدها كده بقى اهو ايوه يعني ماشي الحال. ده مين بقى؟ ده الفولت اهو. طب تعالى بقى نجيب الكارنت بقى اهو. بص لها معايا ايه بقى ها يلا عندي سيتا بزيرو الاي بقى ايه زيرو زائد 90 يعني ساين 90 ب1 يبقى ماكس اهو. يبقى عندي النقطه دي بقى جبنا اللون الازرق، تعالى نجيب اللون الازرق بقى عشان قلنا اتفقنا ايه الكارنت هنسوي الازرق. ادي الكاونت اهو هياخد بقى يمين يا شباب بايه اللون الازرق. تمام تعالوا بقى هنا بقى هيبقى الكاونت فين يا شباب بقى ايه اهو عند النقطه دي ماكس. وهبتدي بقى نمشي بقى مش هقعد معوض بعوض انت بقى مع نفسك بقى كده بقى عوض عن سيتا بزيرو هتبقى ايه بقى الماكس هنا ايه الزاويه 90 يبقى ب1 وهكذا. تعالى بقى عند الماكس يبقى بزيرو عشان ينجزنا الوقت. هنا ايه بقى ايه دي زيرو تبقى ماكس بس في نيجاتيف اهي، دي عندها ماكس تبقى ايه بقى بزيرو، دي عندها زيرو تبقى ماكس بس ببوست فوق تمشي كده ايوه اهي ماشي اهي يا شباب اهو. تمام تعالى بقى نوصل بينهم بقى اهو. يلا بسم الله اهو ادي اول ايه ادي اول ربع سايكل، ادي النص سايكل الثانيه. لا تنزل تحت شويه معلش تعدي بالنقطة ها يلا عشان يطلع شكله يبقى ايه كويس كده اهو. تمام وهيطلع للزيرو وهيطلع فين العظمى تاني. الله
ادي بقى يا شباب بقى هنا ايه الاي ماكس اهو، وانا بكتبها بس كلمه ام كده يعني. وهنا مين بقى يا شباب اللي فوق مين دوت؟ ده الفي ماكس. تمام، لاحظ هنا برضه بقى هنا بقى ها دي الشيت اهي الكاونت. خد بالك بقى هنا يبقى ايه الكاونت وصل للزيرو عند 90، كان لسه الفولت لسه عند الزيرو وفاز. وقلنا دلوقتي بقى ان الفولت ايه متاخر اهو عن الكاونت اللي هو الازرق ده ايه ب 90 ديجري. يبقى دي معايا يا شباب ايه الفيز انجل او زاويه التطور بالعربي، اللي هي بيبقى عليها برضه ممكن عليها برضه زاويه الوجه ها، اللي هي كان بقى هنا كان بقى ب 90 درجه اهي. ماشي يا شباب كده. طيب تعالى بقى نرسم بقى ايه بقى ايه بقى الفيز بقى ده قصدي بقى ايه تنفيذ على فكره بقى يا شباب مين بقى ده رسم ايه التطور ها، رسم ايه التاور او الفيزو دياجرام. وانا بقى ساعتها قلنا بقى ايه ان ايه ان الفولت ها يتخلف او يتاخر او لاجز عن الكرنت في حاله المكثف بزاويه 90 درجه. طب قلنا بقى ده من شويه قلنا ايه زي برضه موضوع الملف هنا الفيزو دياجرام، او بقى خلاص بقى مش هنقعد نكتبها الفيزو ايه يا شباب دياجرام. طيب تعالى بقى نرسم مين بقى ايه بقى الفيكتور دياجرام بقى. طيب بقى اسمحوا لي بقى يا شباب همسح بس جزء من ده كده. تمام اهو، قلنا بقى ايه بقى قلنا من شويه هاخد هنا ايه اللون الازرق ده اللي هو مين الكرنت في اتجاه ايه المحور ايه الاكس اكسس. ادي الاكس اكسس اهو، هنا مين بقى الكارنت اهو بتاع مين بتاع المكثف بتاع الكباستر. يبقى قول لي ده ايه الاي سي. احنا قلنا بقى من شويه بقى ان الفولت هو اللي بقى متاخر لاجز عن الكارنت بكام بزاويه 90، يبقى تحت في اتجاه مين بقى يا شباب بقى في اتجاه محور الواي اهو النيجاتيف اللي هو السالب ده المحور الواي اهو السالب. يبقى مين يا شباب ايه بقى ده مين الفي سي. الله، قلنا بقى هيبقى عندنا ايه الفي سي اهوت متاخر عن القلب كان بقى بزاويه 90 درجه. كده يا شباب بقى ايه بقى ايه رسمنا بقى نكتب هنا بقى قلنا بقى ده ايه بقى ايه الفيكتور دياجرام ها رسم بقى ايه المنتجات، عشان برضه كده في الامتحان برضه يقول لك ايه اسم بقى ايه بقى ايه بقى اسم المتجه او المتجهات بالنسبه للدائره بقى، سواء بقى كان عندك بقى الدائره ار وال وسي مع بعضهم وفي النهايه طبعا لك بقى اذكر خاصيه الدائره بقى او خواص الدائره. لو كان الاكس ال اكبر من الاكس سي هتبقى في النهايه تقول بقى ان الدائره هنا الخاص بتاعتها ايه دا يعني دائره حسيه، والعكس بقى لو كان بقى قيمه الاكس سي اكبر من الاكس ال هتبقى لها خصائص ايه بقى يا شباب ايه سعويه. يبقى ده بقى ايه بقى يا شباب الفيكتور دياجرام. تعالوا يا شباب بقى ايه بقى ايه هسلك رسمه بقى ايه بقى تجمع بقى التلات دول مع بعضهم بقى الـ R والـ L والـ C. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بقى. طيب خلينا ايه بقى طيب ماشي ممكن نعملها يا شباب بقى كفكتور بقى ماشي. انا همسح ديت كده ونسيبها بقى هنا بقى. تعالوا يا شباب كده ايه بقى همسح دول تاني كده بقى ايه نرسمهم مع بعض كده. يلا بينا. يلا اول حاجه هنعملها يا شباب بقى نحط المحورين المتعمدين بتوعنا الاكس ومين الواي، وهنشوف اتجاه الاكس هنا نحط مين. هتلاحظ احنا في الثلاث حاجات في اللي فاتوا في الار والال والسي هنحط بقى الكرنت في اتجاه الاكس، صح يا شباب؟ تمام. يلا تعالوا بقى نحط المحور بتوعنا المتعمدين كده اهوت بقى ونرسم بقى ايه واحده واحده كده بقى. تعالى نجيب هنا ايه بقى انا عاوز اجيب لون تاني كده ماشي عشان احط كمحور يعني، وليكن مثلا بقى اللون يبقى ايه
الزيتي ده بقى. تمام اهو، ده مفهوم متعادل يا شباب. ادي مين؟ الاكس وادي الواي. طبعا انت كده مش عارف امتحان بقى، مش هحط بقى اكس واي بقى، انا بس بعرفك ان الواي عشان هي بوست فوق هنحط معاها مين، والواي نيجاتيف هنحط معاها مين. لكن انا مش عارف الاكس بوست. ها قلنا اول حاجه بقى، تعالى بقى الكلام بتاعنا كان لونه ازرق صح، هنجيب اهو اللون الازرق اهو. ده مين بقى ايه؟ كان الكرنت. طبعا نسيت بقى في حالة دي بقى، احنا هسه بقى الفيكتور ده كمان بقى او اسم اللي جاي فين بقى يا شباب، يكون عندي الداتا تحتوي على مين؟ على ار و ال و سي. طيب تعالى بقى ده مين بقى ايه؟ الاي اهو. قلنا بقى ان الفي في حالة الريزيستنس بقى ايه؟ كان ان فيس اهو، ده مين؟ ادي الفي ار. إذا ما بينهم إيه؟ زيرو. طيب في حالة الملف قلنا إيه بقى؟ عند الـ VL ماله بقى إيه؟ ده كان سابق، ها؟ كان ليدز أهو، يبقى فوق في الغاية موجب. ده مين يا شباب؟ الـ VL. وأدي زاوية كام؟ أهي التسعين بتاعتنا هنا أهي. ده في حالة الملف، ها؟ طب في حالة المكثف قلنا بقى إيه؟ كان الـ V بقى إيه بقى؟ إيه بقى؟ هو بيتأخر عن القارب بزاوية كام؟ 90. يبقى ده مين بقى يا شباب؟ الـ VC أهو. ده فهمت بقى الزاوية برضه كام يا شباب؟ كام؟ 193. طيب بقى عشان بقى ايه بقى نطلع في النهاية بقى، نجيب بقى حاجة اسمها ايه بقى؟ ايه بقى؟ اللي بقى خاصية الدائرة بقى تبقى سعوية ولا حسية؟ تعال نفترض بس كده جدلا يعني كده، عندي هنا يا شباب يبقى ايه؟ الار ديت او الفي ار هنا مثلا سي كان ب 30 فولت. تعالى بس نعمل هنا مساحة كده كده، يمكن ايه؟ هكتب هنا كده، ناخد هنا كده خط كده اهو. هنا كان الفي ار مثلا يا شباب كام؟ كام؟ ب 30 فولت. يعني الفولت بقى او بوتنشال ديفرنس بقى اكروس الار كان بكام؟ 30 فولت. طب الفي ال وليكن مثلا كان عندي مثلا بكام؟ انا عاوز يطلع. طيب خليني اقول مثلا شباب ده كان ب 60 فولت، تمام. والفي سي كان عنده شاب كام؟ ب 20 فولت. يعني اجي هنا ايه بقى اقول الفي ار هنا كام؟ ب 60 اهو، تمام. طيب والفي ال ادي ب 60 اهو، يعني دي 60 فولت، ها؟ وادي 30 فولت، وادي كام؟ ال 20. يعني انا ايه بقى؟ ده بوزيتيف 60 وده نيجاتيف كام؟ 20. يبقى يطلع هنا فوق في ده كام بقى؟ ايه بقى؟ 40. يعني اقول هنا إيه بقى؟ ان ال في ال ماينس ال في سي هيساوي كام يا شباب؟ اللي هي 60 ماينس 20 يطلع لي كام؟ ب 40 فولت. يبقى اصبح ممكن بقى توصل هنا كده اهي، بدي كام بقى؟ 40 فولت. على اساس الحته الصغيره دي كده هي كانت التوينت بتاعتي شلتها. اجي اقسم هنا بقى يا شباب بقى، فده بقى ايه بقى؟ من هنا بقى من عند الفي ال بارلل للفي ار اهو، ومن عند الفي ار بارلل لمين؟ الفي ال، لحد ما اتقطع في نقطة اهوت، اوصل نقطة يبقى مين؟ بالارجون. يطلع لي مين يا شباب بقى ايه؟ ده ريزلتن او محصلة مين بقى؟ الفي ار مع القيمة دي اللي هي في ال ماينس في سي، يعني ده بنسميه بقى الفي بتاعت السورس بتاعت السبلاي، او بقى الفي ار مع مين بقى؟ مع مين؟ مع ال بتاعت المصدر نفسه. وده مين يا شباب بقى؟ دوت بقى ده الفي ال ماينس كام؟ الفي سي اللي هي تساوي كام؟ 40 فولت. يعني احب اجيب بقى ايه بقى؟ السورس بتاعنا بقى الفولت التوتال بقى او محصله الجهد اللي هو المفروض بتاع السورس بقى بتاع السبلاي هنا بتاع المصدر هيساوي كام في بقى هنا ايه بقى؟ في السورس يا شباب بقى اربع دي ب 30 تحت الروت، واربع دي ب 40 تحت الروت، تعالى في النهايه كام بقى؟ ان الفي هنا بقى
هتساوي ايه بقى يا شباب؟ روت سكوير الفي ار الفي ار سكوير بلس. ها اسمها هنا بقى دي بقى في اكس بقى او في وخلاص. لا خلينا انت بقى في ال ماينس كام الفي سي اول ها باور 2 يطلع لي في النهايه ايه بقى بفيثاغورس بقى ده كام بقى 50 فولت. يبقى اصبح السورس بتاعنا كام بقى 50 فولت. ودي يا شباب بقى السيتا اهي الزاويه بتاعتنا بقى زاويه الواجهه بقى. اه حتى يقول لي بقى احنا قلنا من شويه بقى دلوقتي ان الـ ان الـ ان الفي ال اكبر من الفي سي بكام بوزيتيف يعني. يعني اصبحت في النهايه بقى ان في الاخر بقى هيشد كله على بعضه كده وتوسمها كده يبقى ادي هنا الفي ار وادي يا باشا الفي توتال او بتاعت السورس. ها وده كده بقى ايه اصبحت فوق في اتجاه الواي الموجب وبالتالي السيتا بتاع الموجب هنا وكده. يقول بقى ايه ان الدائره هنا بقى في الحاله دي بقى ايه لها خواص حسيه. تمام يا شباب. طب قول بقى تبقى دي 30 ودي بقى ايه اللي هي بقى ال 50 واقدر اجيب بقى ايه بقى ايه بقى السيتا ازاي بقى ايه بقى الثاني الزاويه بقى اهو. تعالوا نمسح مفيش داعي نمسح بقى نقول ايه بقى تان ها السيتا ليزر الزاويه بيساوي هنا دايما يا شباب بقى ايه بقى الاوبوزيت سايد على ايه بقى ده على اليمين الادجيسنت يعني مقابل على المجاورين مقابل هنا بقى ايه الفرق بتاع الفي ال ماينس من يا شباب الفي سي ديفايد على مين بقى على الفي ار اللي هو ايه بقى ايه اللي هو المجاور اللي على الزاويه. ساعتها بقى عوض بقى ايه 30 على كمان قصدي 40 بقى هتبقى 40 كام على 30 يعني 4 ها ديفايد بين يا شباب 3 وكده بقى اقدر اجيب اقول 6 اقول بقى ايه بقى زي ما انتم عارفين بقى عادي بقى بقى الحاسبه اصل بقى شيفت تاني يا شباب عشان اجيب بقى ايه يقول لك احسب بقى زاويه اللي هي إيه الطول اللي هي الفيز انجل هو بقى ايه تان ماينس 1 طبعا انتوا عارفين بقى ايه في الاله الحاسبه دي عادي خالص بقى الفور على سي اللي هي بقى قلنا برضه اكتبها الفورتي عشان ما حدش يقول لي الفورتي السي الفورتي جبتها منين لا هكتبها فورتي على ايه على 3 تطلع معاك بقى الزاويه مجابه وكده جبنا يا شباب زاويه الوجه وكده اعتبر يا شباب ايه بقى ايه خلصت الجزء المهم بقى في الباب ده بقى اللي هو بقى الفيزو دياجرام والفيكتور دياجرام رسم الايه الطول بتاع الفولت والكرنت ورسم بقى ايه المنتجات برضه بين الفولت والكرنت في حاله بقى ايه الريزستر وفي حاله الاندكتر وفي حاله بين الكاباستر. ناقص بقى ايه بقى ايه احنا كل طبعا في المحاضره اللي فاتت يا شباب بقى اتكلمنا على ريزونانس اللي هي دايره الرنين. انا بقى مش هتكلم عنها بقى ايه كمعادله بقى اللي قلنا بقى ساعتها حسبنا ان الفريكوانسي في حاله الرنين كان بيساوي 1 على 2 باي في جهاز ال سي. انا هتكلم ايه بقى ايه على برضه الفيرتو دياجرام بقى. تعالوا هنرسم هنا بقى في المنحنى الرأسي ده برضه الاكس اهوت والواي هنا في المحور هنا بقى ايه بقى الاكس اكسس يا شباب هجيب علاقه ايه بين الفريكوانسي مع مين؟ مع هنا بقى ايه بقى في حاله بقى ايه الار وفي حاله مين يا شباب الملف اللي هو بقى اللي اندكته في حاله بين السي. طبعا احنا عارفين طبعا دلوقتي بقى ان الار لا تعتمد على الفريكوانسي يبقى هي كونستانت ثابته يبقى ده مين يا شباب بقى يبقى ده الار. يبقى ده بقى العلاقه مين بقى بين الار ومين والاف. طيب حد يقول لي بقى الاكس ال بقى مع الاف اه افكركم بيها بقى. كنا قلنا الاكس ال كان بيساوي ايه؟ لا تنسوا دونت يبقى ايه فورجيت. ها كانت اوميجا في مين؟ في ال ال وقلنا اوميجا 2 ها باي اف في ال ولا تنسى برضه هي بنعوض عن ايه بقى عن الباي ب 22 على 7 عشان دي بره الزاويه. ما علينا يعني فهي اكس دي بقى ايه بقى تناسب بعيد يا شباب مع الايه الفريكوانسي ها دايركتلي يبقى طالع في ده يا شباب ايه ها خط مستقيم كده تمام يبقى ده مين بقى يا شباب بقى دي الاكس ال. طيب انا المفروض بقى معلش بقى ايه مش هكتب هنا بقى الار بقى انا اكتب باشا ار اه بس هكتب هنا يا شباب بقى قبل ما انسى بقى ايه بقى ايه اكس ال واكس سي يبقى هنا مين بقى ايه الاكس ال ها و مين على المحور الرأسي ده بقى ده في اتجاه الواي ها الواي اكسس ده ومين بقى الاكس مين سي
وبابا بقى من لبس بقى يبقى ده الباشا بتاعهم بقى ايه بقى ايه اللي هو الزد اللي هو الامبيدرز المعوقة. طيب ده مين بقى ايه اكتب عليه جنبه هنا بقى ده الباشا مين ده الاكس ال. طب هجيبه تاني بقى ايه بقى عشان هرسم هنا ايه بقى ايه الاكس سي. طبعا الاكس سي بقى علاقة عكسية مع مين مع الفريكوانسي هيطلع كده شباب معايا كده بالظبط اهو ماشي يا شباب. ده مين بقى الاكس سي. طب انتوا عارفين بقى ايه ان الاكس سي بيساوي ايه بقى يا شباب واحد على اوميجا سي. الاوميجا تبقى ايه بقى ايه 2 باي اف في سي. يبقى اصبح في النهاية بقى ايه علاقة مين بقى ايه طبعا عكسية مع السي وبرضه عكسية مع الاف يبقى يطلع بالشكل ده. ده مين بقى يا شباب ده منحنى ها الاكس سي. شفت يا شباب بقى هتلاقي بقى ايه في عندي هنا ايه بقى ايه انترسكشن بقى بتوين مين بقى الاكس سي مع الاكس ال عند البوينت دي. انا سامع كده بقى طلب بقى متميز شويه قال لي ما هي دي بقى يا باشمهندس بقى دي نقطه مين الفريكوانسي اللي هيش عن تساوي الاكس ال مع الاكس سي اللي هي المفروض بقى ايه الفريكوانسي في حته الرنين. طبعا بقى شباب بقى المفروض يعني بقى يعني القطب بتاعتنا كده كان المفروض تسميها بقى ايه سواء بقى كان الاف سي تردد الحرج او الاف نوت ها ايا كان يعني عشان بس ميز عن الاف دي. لكن طبعا احنا بنكتب بقى ايه بقى ايه ان في كمعادله ان الاف بس حتى الرنين بيختلف بس يكتب المعادله بتاعتها اللي هي بتساوي لنا ايه بقى كان بتساوي لنا ايه في المحاضره اللي فاتت ها واحد ها على 2 باي ها روت ال مي في سي تطلع بايه بقى ايه بالهرتز بقى بس ممكن تبقى اكبر بقى بالميجا بالكيلو حسب ال والسي تمام. طيب بقى علينا بقى تعالى بقى ايه ده منحنى مين الاكس سي ولا الاكس ال ولا الار ناقص فيه بقى شباب الزد بقى. طب ما انا عارف بقى برضه قلنا في المره اللي فاتت شباب كان الزد بيساوي ايه افق اهو افقك بيه كان الار سكوير بلس مين بقى الاكس بقى ال ماينس الاكس سي سواء بقى دي اكبر او من دي طبعا سواء في حتتين برضه هتطلع ايه بص بقى يعني ده تحت الروت سكوير بقى بربعه تمام. طيب انا بقى ما اعمل هنا ايه بقى بص معايا بقى عند النقطه دي كده بقى طبعا دي الزيرو بتاعتنا اهو زيرو فريكوانسي طبعا اكيد ايه بقى الزد بقى هتيجي في ايه بقى شباب من مدى النهايه هنا تمام ان هنا ايه بقى طبعا تبقى ايه جاي عند هنا ايه بقى مدى النهايه خالص هنا ليه بقى عشان دي برضه هنا عشان اكس سي هنا فهيمشي معايا كده بالظبط. طبعا المفروض دي بقى ايه بقى يعني معلش دي النقطة دي كده تيجي هنا دي كده بالظبط هنا. ده بيبقى شباب بقى ده الزد هنا. تعالى بقى نحطه هنا بقى كده بقى ده مين يا شباب بقى ده الزد اهو. وده منحنى الزد وادي منحنى الاكس ال. وادي الكونستنت ده منحنى مين؟ الار عشان كونستنت وادي يا شباب مين؟ منحنى الاكس سي. وكده يا شباب بقى ايه بقى ايه حطينا بقى ايه بقى كل الفيكتور بقى بتاعتنا بقى والعلاقات بتاعتنا ايه بقى ايه مع بعضها او العلاقات بقى ايه بقى بين الار والاكس ال والاكس سي والزد مع الفريكوانسي. طبعا ده يا شباب بقى ايه ممكن ده سؤال يجي لك في الامتحان بس ممكن يجي لك بقى ايه فرادة فرادة. يعني ايه فرادة فرادة بقى يجي لك ايه المنحنى الار مع الاف لوحده انت هتسميه او ممكن يقول لك رسم تمام هتقول لي مثلا ايه جاب لك الار دي بس مع الاف هكتب ده ايه يا شباب ده منحنى الار كرسمه كده. طب جاب لي خط كده مستقيم كده هو ده وبعدين يبقى عندي زيرو يبقى ده ايه ده الاكس ال يبقى سيب بقى ايه المفاعله الحسيه. طيب جاب لي المنحنى ده اللي هي المفاعله السعويه. طب جاب لي الشكل ده اللي هو اعتبر ايه بقى ايه؟ اكيد عندي بقى ايه جزء بارابولا بس معكوس تمام اللي هي الزد هنا او دي المعوقه بتاعت الدايره كلها او الامبيدنس بتاعت السيركت. كده يا شباب بقى يعتبر ايه خلصت بقى ايه الباب ده بقى فاضل حته مهمه قوي بقى اللي هي بقى ايه تطبيقات بقى على الرنين بقى اللي هي ريزونانس اللي هي بقى يا شباب بقى ايه مستدرك انا ايه في الموضوع لما احب بقى ايه بقى اجيب مثلا ايه
قناة فضائية معينة أو قناة فضائية محددة مثلا، بيبقى عندي حاجة اسمها طبعا اللي هو إيه اللي هو الأنتنة كده مثلا كده، وليكن كده الأنتنة أهو ده كده، ده رمز الأنتنة أهو. طبعا ده يبقى إيه متوصل مع مين يا شباب بقى إيه بقى، تعالى هنا كده نجيب هنا إيه ملف طبعا ايه يا شباب ايه بقى الطرف التاني ايه متوصل ايه بالجراوند او بالارث، ده الارث ها الجراوند يعني اي اي ار تي اتش. وهنا عندي ايه بقى ايه بقى ملف تاني هنا اللي هو بقى ده يعتبر ده ايه ده استقبال ها، ده بقى ايه بقى هتيجي هنا عندي بقى يا شباب بقى ايه ان الفريكوانسي اللي ماشيه في الجو في الفراغ ها، الموجات بقى الحمله ليه اشارات بقى اذاعه كذا بتاع ديت القناة اللي مش عارف الفضائية كذا وهكذا، فدي كلها يعتبر ده ايه الفريكوانسي ها اللي هو بقى ايه بقى الفريكوانسي اللي ماشي فين بقى ايه في الفراغ. وطبعا لو قلنا بقى الفريكوانسي ده طبعا ده ماشي ايه بقى ايه بيتحرك، دي كلها موجات ها بتتحرك بسرعة الضوء السي ما اسمهاش دي يعني. طيب وده قلنا بقى ده الهوائي اللي هو الأنتنة. نخش بقى على جهاز الاستقبال ده اسمه بقى ايه جهاز الاستقبال ده ايه بقى، ده اللي هو الاستقبال مع الاترون، ده الاستقبال بس، ده جهاز اللي هو الاتنة ده الهوائي قلنا ده مع الملف ده كده يعني. طيب يجي هنا بقى في ملف تاني هنا كده بقى، احنا قلنا مش وارد بقى يعني عشان اعمل الرنين يبقى يساوي الاكس سي بالاكس ال، يعني عندي هنا لازم يكون عندي يا شباب بقى ها ال ال والسي اهو تمام، ده هيبقى لازم ايه بقى ده السي اهو، بس ممكن بقى ايه احط معاه هنا ايه بقى اخليه مكثف متغير الساعه، فانا ممكن بقى إيه اغير في مين بقى ايه يا شباب، يا اما اغير في الملف نفسه في ال ال يعني او اغير في السي. طب اغير في السي ازاي بقى، ما احنا قلنا مش وارد بقى ايه بقى ان الاكس سي ها تناسب يا شباب عكسيا مع مين مع واحد مين بقى ايه على الاف، وبرضو عكسها برضو مع السي يعني كل من السي والاف، فانا لو غطت في الساعه كده بغير مين في الاكس سي. طب وال بقى هغيره ازاي؟ نرجع بقى لشابتر ها شابتر ايه يا شباب شابتر ايه 3، فاكيد ال كان بيساوي ايه ها كان بيساوي الميو والاريا ومربع مين عدد اللفات على ال ال تمام، فانت ممكن بقى ايه تتغير في مين بقى ايه تتحكم في ال ال ديت بيبقى ايه في التغير في مين في عدد اللفات، يعني ممكن يكون دي برضه كده ايه برضه دي يعني انت طبعا دي يا شباب السهم ده كده عرفت ايه ديت متغيره يعني، هنا بقى ال ال هنا يبقى ايه فيربو وهنا السي برضه فيربو يعني متغيره، يعني اقدر ايه بقى ايه اتحكم في الساعة بتاعتها انا اغيرها زي ما انا عاوز. زي ما انت عاوز بقى زي ما انت عاوز بس انت عاوز ايه بقى ايه؟ عاوز اسمع مثلا وليكن مثلا عندي هنا تردد مثلا سي مثلا اذاعة القرآن الكريم مثلا وليكن مثلا عندي مثلا سي يعني 100 ها ميجا هرتز انا عاوز اسمعها، فهنا في عندك هنا ايه بقى ماشي في الايه في الهواء في الفراغ ده كذا تردد بقى، فانا عاوز اسمع التردد ده بس كده، اجي هنا ايه اغير في الساعه ديت لحد لما يبقى ايه يحصل توافق بقى يحصل ريزونانس ها يحصل ايه بقى ايه تونين تمام، ان الفريكوانسي دوت يبقى ايه يوصل لنفس الفريكوانسي بتاع مين بتاعت الدايره ديت، وبالتالي بقى ايه الموجه اللي ماشيه دي بقى ايه تعدي في الاتنه واقدر ايه اسمعها بكل وضوح، يعني ايه اسمعها بكل وضوح؟ يعني عندي بقى الزد هنا يا شباب ايه هتقل وتصبح يبقى بتساوي الار وتبقى اقل ما يمكن، وبالتالي عندي بقى الاشاره بتاعت الموجه ديت كبرت معايا فتصبحت كلير كلير تو بقى تو اير اللي انت تسمعها بقى تمام يا شباب كده، هو ده بقى كان باقي وظيفه مين يا شباب بقى ده ايه الرنين اللي هي بقى ريزونانس بقى، يبقى انا بستخدمها يا شباب بقى ايه بقى انا استقبل بقى إيه الموجات بتاعت ايه بقى ايه المحطات الاذاعه او التلفزيون او الفضائيه كل حسب التردد بتاعه، فانا ايه بسمع بقى ايه
للتوتر بتاعت الموجة ديت يعدي في الدائرة اللي عاوز اسمعها بقى من خلال بقى ايه اللي هو طبعا بقى ايه الامبليفاير، او طبعا من خلال السماعات بقى ايه بقى اللي هي طبعا ايه كمان زي ما انتوا عارفين بقى ايه بقى اللي هي بقى ايه الايرفون. ها تمام يا شباب، كل بقى اقدر اسمع ايه بقى ايه كل اللي عاوز بقى ايه بقى من خلال السماعات ديت، اعمل بقى ايه التكبير لها وهكذا. وكده يا شباب بقى كنا وصلنا لايه نهاية بقى ايه بقى ايه الفيديو، وده كده يكون شابتر معاكم ان شاء الله 4 شابتر 4، وان شاء الله يعني بفضل وكان ان شاء الله يا شباب يعني ادعوا لي كده ان شاء الله ربنا يوفقنا كده، ونحاول برضه ان شاء الله كده يعني قبل الامتحان بامر الله يعني نعمل برضه كده ايه يعني مراجعه سريعه على شابتر 5. وما تنسوش بقى يا شباب بقى ايه الاشتراك في القناه، وان شاء الله برضه انا شايف يعني منكم يعني الحمد لله يعني بعض منكم الشباب يعني تفاعل في القناه، واللي عندي بقى الحمد لله يعني بفضلكم برضه بعد الله سبحانه وتعالى يعني ان السبسكرايب بقى يعتبر زاد عندي برضه، فنتمنى دعمكم يعني اذا عجبكم بقى القناه نوصل بيكم ان شاء الله يا شباب دعمكم ل1000 سبسكرايب واكتر، وبعد كده ان شاء الله ربنا برضه يوفقنا برضه من خلالكم نوصل ل4000 ساعه مشاهده. ودمتم شباب في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.